call me a god. You call me a god. اذا هو الهدف يعني اليوم، الهدف من هذا الفيديو ان نخلص دبل ال اور نثينج، وحتى لو ما فتحت لنا عادي اني ما بوصل الذهب، وبشوف احاول اخلص مهام ثانية لحد ما يمتلي. I will force it، يعني ما بوصل الذهب لحد ما يمتلي عندي المخزون. طبعا احنا سيطرنا على كامل الريد ايل، وبقانا الحين افريقيا والهند، شرق افريقيا وجنوب الهند تعتبر، ما اعرف. شوية المهمة اصعب صراحة، مع لابست اصعب تجميع، وحتى هذا اللي اريد اسويها دبل اور نثينج. شوف هنا عندنا لابست، نشوف انه ما تارسات المصانع لاني مشيت شوية عليهن، هذا اللي في هلقها قلت عشان اضول كمية اكبر من هذا الذهب، لكن او العملة الذهبية، لكن كما يبدو اني ما وصلت للألف والنص اللي أريد أضاعفها. بس نسوي تفاعل هنا. أوكي نقرب، نشوف وين النقطة اللي يريدون أوصلها. هنا عليك تأمين صندوق في طريقك. اوكي يعني نروح هناك على بعد 8000 بس، فاتمنى انه ما يجينا حد من الاونلاين بلايرز. فحاليا عندنا هذه، ما اتوقع انه حد بيجي، ما بعيد المكان 8000 بس. هي هذا اكثر فيها بس، معلش نشوف الجزيرة المجاورة. امشي انه اريد اقرب الدبل اور نثينج صراحة، واتمنى ان الرياح تكون لمصلحتنا. والله لو اروح لديفونتس ولا ايش اسمها هذه الجزيرة يكون زين، بس كأنه اختفت عني يعني لما فعلت هذه المهمة اختفى عني لابيست، فصار بس اللاعبين الاونلاين اللي بيوصلهم الشعار انه في شخص الحين يحاول يوصل هذه المهمة، واذا تريدوا تشبكوا معاه. طبعا الحاجة السيئة في الموضوع انك انه يقدر هو يسوي فاست ترافل وانا ما اقدر اسوي فاست ترافل. بس الحاجة الحلوة في الموضوع انه يدبلو لك اياه، وانه يكون عندك مثل الهيد ستارت في البداية. لازم ابدأ احتاج للقدرة التحمل انها تكون مدبلة، وانه انطلق اسرع ما يكون. لكن اشوف انه الرياح ضدنا، شوف اذا حد الرياح ضدنا، بس ما اشوف اي شخص يحاول انه يهجم علي، لاني احاول اني اوصل لهذه الجزيرة اسرع وقت.
ما قال استفيع تنفعني ابدا هذا اللي قال سكلها الذره ولا وش. دوريان الرياح ضدي ضروري، يعني الرياح تكون ضدي في كل مهمة. احس نفسي اني اوكي الحين ننطلق الى طريقنا ونقول اوه هجم علي هذا ليفل 12 يهجم علي، اكيد انه هجم علي. هل هاجم علي ولا لا؟ شوف الرياح هاجم علي لانه غير مساره. لا يا اخي والله حرام ان الرياح تجلس كذا بطول الطريق بتتم وراي. شوف الحين راحت على اليسار تو بترجع مره ثانيه. اوكي هو ما معي، ما هاجم علي، بس الرياح هاجم علي تماما، هاجم علي الرياح. اوكي الحين صارت وراي بس اوكي هو رايح لجزيرة الزنزانة. قدرة التحمل عندي ابدا ما جالس استفيد منها. هل زادت سرعة البحار؟ هل نوصل ويكون عندنا 4000 ويبقى لنا القليل؟ أم إنه بيدخل علينا شخص عرض ويسوي فاست ترافل قدامنا؟ أجواء اللعبة حلوة بس الصراحة ما أعرف ليش العادة ما كذا. العادة إنه ما ينفذ الستامينا إلا إذا كانت أوريدي فاتحة عندي القدرة. الكريم ما أريد أهجم عليه. قريبين على مسافة 1200. هذا اللي في ظهرنا. نشوف اذا نهجم عليهم او شيء. المشروبات والمأكولات اوريدي خلصت، بس اعطينا سرعة للسفينة. المفروض ان اعطينا سرعة للسفينة لكن ما اشوف تجاوزت 17 او 18 السرعة. الحين 14. ذيك سفينة قراصنة على اليمين بتهجم يمكن علينا. لاحظت ان سفن لابيست ما موجودة في السواحل الاخرى بس موجودة في الساحل الاوسط، فما متأكد من هالشي. في شخص قدامنا ما اعرف اذا بيهجم علينا. لارجيرو ليفل 11 الحين طلع للبحر. بس هو كان في عملية توصيل كذلك فما اتوقع انه بيهجم علينا. اظن انه كان في عملية توصيل. تقريبا وصلنا للهدف. ليش صارت سفينتي بطيئة ما اعرف، بس وصلنا وكسبنا 2000. كسبنا 2000 بهالطريقة نقدر نضاعف دائما. هل وش هذا؟ هل اوكي لازم انه ينافسوني.
وش صار؟ هل هذه هي العملية التوصيل؟ وصلنا نقاح الرهان، أوكي 2320 تضاعف عندنا، الحين أصبح عندي 4200 تقريبا، فمع التوصيل القادمة إن شاء الله بيكون عندي المبلغ اللي أفتح فيه أفريقيا. فلو نقدر ناخذ بعضا من قصب السكر ندعم به بعض الأماكن اللي هنا. صعدت في الليفل الأسبوعي أتوقع، هذا اللي الحين طهر لي. طبعا بهالطريقة تقدر تضاعف البرونز، لكن عملية التوصيل تكون شوية فيها لعب أونلاين. الحين بخلص الانفستيجيشن، بس أول ننهي الفيديو. فإذا كنت ما متابعني أتمنى أنك تتابعني، ونشوفكم في حلقة أخرى.